ألحق من سانت كاترين هي بس. استوديوهات شد الحب. شكرا. ناس كتير فاكرة ان دهب وسانت كاترين للاغنية بس، بس احنا هنهكساته وهنطلع في الوقت ده من السنة عشان بيبقى الجو حلو والرحلة بتبقى رخيصة جدا وبتبقى في حدود 300-400 جنيه مثلا، وهتلاقي شركات كتير بتطلع الرحلات دي على فيسبوك. بس انا طبعا عشان وادهكساته ساتو طلعت مع واحد صاحبي عامل الرحلة دي ب200 جنيه بس لحد اخر فبراير، فيلا بينا. الباص بيكون مستنيك في موقف عبد المنعم رياض في التحرير قدام جو باص، بتحط الشنط وتطلع الباص والكراسي مريحة عشان الطريق طويل، وهتلاقي تحت كل كرسي USB عشان تشحن، وبيبقى فيه كذا ريست في الطريق. الطريق طويل والجو ساقع، بس اول ما تنزل دهب وتنزل على السري بول صيف عادي ولا كأنك في جو. هتقعد تستجم على البحر وممكن تنزل عادي، معاك وقت من اول ما بتوصل الصبح لحد الساعه 3:30 العصر، والدنيا امان. وفي الوقت ده ممكن تطلع سفاري بالبيتش باجي، بس بتبقى تكلفه اضافيه 200 جنيه للسنجل و250 للدبل. يلا بينا. على فكره الموضوع سهل جدا، بس انا مش فاهم فيه. دلوقتي هنركب البيتش باجي. وبعد ما تخلص نركب الباص تاني عشان تطلع على ممشى دهب السياحي. ورحنا عشان ناكل، وانا بحب مطعم علاء الدين، عنده وجبه ربع فرخه وحاجات كتير كده ب 55 جنيه. وبعدها اتمشينا ومعاك وقت لحد الساعه 10 تعمل اللي انت عايزه قبل ما تطلع الجبل، او ممكن تطلع حفله جبل الطويرات بس بتكلفه اضافيه 100 جنيه. وبعدها بترجع تاني عشان تروح على سانت كاترين وتتسلق الجبل. جو انت اتسنو سيتي، لازم تطلع في الجو اللي زي ده. حقنا رقم قياسي، وان طلعت الجبل في ساعتين وعشر دقايق. ساعتين رقم قياسي، عشان في العادي بتاخد من 3-4 ساعات عشان توصل على القمة. ولو مش واخد بالك انت بتتسلق 2285 متر وبتمشي 4 كيلو 850 متر عشان تبقى على قمة اطول جبل في مصر. الموضوع متعب بس بيجني ثماره اول ما بتشوف الشروق. وكالعادة حبيت اوريكم ان السفر والمغامرة مش الاغنية بس، واي حد يقدر يسافر بأقل التكاليف. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب هب ايه هب هب ايه.